كرمت السفارة البريطانية مجموعة من الشباب الكويتي شغوف، واللي يعمل أيضا على تطبيق الرؤية المستقبلية للشباب في الكويت، وهم أعضاء مجلس الشباب بعد اجتيازهم برنامج القيادات الشابة. فما هو برنامج القيادات الشابة؟ وشلون أيضا تم تكريم الشباب من قبل السفارة البريطانية؟ كل هذه الأسئلة راح يجاوبها بإذن الله ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الرحمن السعيدي، رئيس لجنة العلاقات الدولية مجلس الشباب الكويتي. أسعد الله مساك، حياك الله معنا. يا هلا، مساك الخير. مبروك لهذا التكريم الجميل. الله يبارك بعمرك، وأنا سعيد بالتواجد اليوم معك. الله يسعدك. حياك الله أخوي عبد الرحمن، وبداية مبارك لكم هذا التكريم من قبل السفارة البريطانية بمناسبة اجتيازكم لهذا البرنامج، برنامج القيادات الشابة. كلمنا عن هذا البرنامج عبد الرحمن. أولا، مع بداية تأسيس مجلس الشباب الكويتي أنشأنا لجنة اسمها لجنة العلاقات الدولية، وهذه اللجنة أطلقت مشروع يسمى مشروع دبلوماسية الشباب، اللي انطلق في 19/6/2022. هذا المشروع وهو تواصل الشباب مع السفارات الصديقة لاستثمار علاقاتنا الجيدة معهم في البرامج التطويرية اللي تنمي قدرات الشباب الكويتي. جميل. وفعلا كان من بين هذه السفارات التي تم التواصل معها هي السفارة البريطانية، وجلسنا عدة جلسات معهم لأجل إنشاء برنامج ينمي قدرات الشباب الكويتي، وأيضا يجعل الشباب الكويتي يحتك مع العالم الخارجي ويستفيد من تجارب الشباب اللي سبقوا الشباب الكويتي في المجالس الشبابية. وفعلا مجلس الشباب البريطاني يعتبر من أقدم المجالس في العالم، وعلى هذا الأثر قدمت السفارة البريطانية لنا برنامج لزيارة المجلس الشباب البريطاني، وأيضا رؤية مراكز الشباب البريطانية اللي موجودة في لندن وحوالين منطقة لندن، أيضا الجلوس مع أحد أو بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني واللوردات، والتناقش حول التطور اللي حققه الشباب الكويتي، لا سيما بأن مثل ما تعرف بأن الكويت اليوم هي الدولة الأولى في تنمية الشباب. نعم. والدولة رقم 27 في العالم. فبالفعل عرضنا ما تم تحقيقه في هذه المؤشرات الدولية، والكل معجب في الحقيقة بسقف الحريات العالي الموجود في الكويت، المؤسسات الشبابية المتنوعة التي ساهمت في تطوير الشباب الكويتي. وأول ما خلصنا البرنامج سعدنا في الحقيقة بتكريم من سعادة السفيرة البريطانية وأيضا الشركة المشرفة على هذا البرنامج، وإن شاء الله ما هو البرنامج الأول، ستكون هناك برامج أخرى. جميل. مع سفارات بإذن الله أخرى بإذن الله. أيضا يا ريت تكلمنا أستاذ عبد الرحمن عن النشاطات والمشاريع الأخرى اللي قمتم فيها في الفترة السابقة، وإذا كان أيضا هناك مشروع بالمستقبل اللي راح تكون فيه إن شاء الله اشتراكات مع سفارات أخرى. طبعا هناك على قرار تعاوننا مع السفارة البريطانية هناك عدة سفارات الآن قاعد تقدم برامج متنوعة لمجلس الشباب، قاعد يتم دراستها وإعدادها، خاصة عندنا الأخت الطاف المطيري في مقررة العلاقات الدولية، هي يعني الشخصية التي تتواصل مع هذه السفارات. والآن حسب ما يعني من المقرر أن يكون بيننا وبين السفارة الصينية برنامج للقيادات الشابة، أيضا بيننا وبين السفارة الفرنسية كذلك، وسفارات أخرى إن شاء الله ستأتي تباعا بالفترة المقبلة. أيضا السفارة البريطانية بعدما نجح برنامج القدرات الشابة الآن نعكف على برنامج لرواد الأعمال الكويتيين الشباب بأن يتم تهيئتهم عبر برنامج مكثف داخل الكويت، ومن ثم الانتقال إلى بريطانيا والعمل في الشركات البريطانية والاستفادة من التجربة البريطانية في هذا الجانب. هذا البرنامج الآن في مراحله النهائية إن شاء الله، نحن بحاجة فقط إلى أخذ الموافقات. نعم. ومن ثم سنعمل على بدء هذا البرنامج. يعني الشيء الجميل في هذا البرنامج. نعم. هو أنه لن يكون حكرا على أعضاء مجلس الشباب الكويتي. سيكون لجميع الشباب الكويتي، وسنضع آلية معينة تضمن الحيادية والشفافية في اختيار الشباب الذين سيكونون ضمن هذا البرنامج. نعم جميل. يمكن قبل أيام شاركتم في الملتقى العربي واللي كان في بيروت، واللي تزامن يمكن مع حفل إطلاق بيروت عاصمة الشباب العربي، شلون شفتوا هذا الملتقى وشنو اللي خرجتوا منه؟ والله شوف هذا الملتقى أول شيء يحمل أبعاد كثيرة. أول شيء البعد الأول وهو الاستفادة من التجارب الشباب العربي والاحتكاك فيهم. البعد الآخر هو الصداقة الحميمة بيننا وبين الشعب اللبناني. يمر دولة لبنان تمر بيعني أمور اقتصادية حادة، وكان هذا العام بالنسبة لهم تحدي عقد هذا
المؤتمر. كانت الكويت من أوائل الدول التي بادرت للمشاركة في هذا الملتقى ودعمه، وبالفعل يعني كانت مشاركة كويتية فعالة، وأيضا من خلال الحوار مع الشباب العرب وتبادل الأفكار أيضا شفنا في هذا المؤتمر أو في هذا الملتقى العربي أن الشباب اللبناني رغم كل التحديات التي تواجهه ورغم كل التهديدات الاقتصادية والظروف السياسية الصعبة، إلا أن الشباب اللبناني عنده عزيمة كبيرة لاستعادة لبنان لريادتها. وهذا أعطانا حنا كشباب كويتي دافع أيضا لأنفسنا بما نحظى فيه من اهتمام داخل الدولة ومن يعني مقومات وبنية تحتية رائعة، وأيضا أعطانا حافز لدعم الشباب اللبناني المبادر في أن يكون إن شاء الله في المستقبل يحظى بمثل الاهتمام اللي يحظون فيه جميع شباب الدول العربية في دولهم لدى حكوماتهم. نعم، أيضا بدنا نتكلم عن دور مجلسكم في رؤية الكويت 2035 ومدى أيضا ارتباطكم بالمؤسسات الحكومية والمجتمع أيضا المدني والقطاع الخاص كمجلس أيضا استشاري لجميع جهات الدولة وفقا لقرار طبعا إنشائه. طبعا من بداية عمل المجلس كان الله يذكره بالخير معالي وزير الشباب عبد الرحمن المطيري في تلك الفترة حريص على إشراك مجلس الشباب في برامج الدولة وعلى رأسها رؤية الكويت 2035. وفعلا أيضا التقينا مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف واللي وجه الوزراء إلى الاستعانة بالشباب الكويتي في بناء الخطط لدى الوزارات. نعم. عدد من الشباب الكويتي، عدد من أعضاء مجلس الشباب عقدوا عدة يعني جلسات مقلقة مع بعض الوزراء مع بعض المسؤولين حول آرائهم حول مرئياتهم لتطوير رؤية الكويت وتطوير الخطط السنوية للوزارات، خاصة في مجال التعليم وفي مجال ذوي الإعاقة أيضا، لأن مثل ما أنت تعرف وتعرفين أختي أن ذو الإعاقة لديهم يعني مصاعب وتحديات. صحيح. كثيرة، ويعني لجنة الإعاقة عندنا مثال عليها جلست مع عدد من المؤسسات في الدولة لتسهيل عملية أن تكون المباني المستقبلية للدولة مؤهلة لذو الإعاقة. نعم. أيضا في الجانب التعليمي جلس عدد من أعضاء مجلس الشباب ومعهم الأخ رئيس المجلس مع وزير التربية والتعليم وتناقشوا حول تطوير آلية التعليم وآلية التواصل فيما بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور، آلية التواصل مع الإعلام الحديث والتكنولوجيا الحديثة، المناهج اللي يجب أن تكون موجودة ومتطورة مع ما يحدث من تطور تكنولوجي هائل. اليوم دخلنا نحن في عالم جديد ليس كالعالم السابق، وبالتالي يجب أن نتواكب مع هذه التطورات الحالية. نعم. طيب عبد الرحمن، بعد مرور عامين أو أكثر تقريبا من إنشاء مجلس الشباب الكويتي، شلون تشوف هذه التجربة؟ والله شوف، هي لا شك أنها تجربة يعني رائعة جدا، وهي التجربة الأولى للشباب الكويتي في هذا المجلس. أنا أعتقد أن أمامنا عمل كثير كمجلس، ما زلنا إلى الآن نحن يعني داخل أنفسنا قادرين على أن نقدم أكثر، ولكن يعني هناك بعض التحديات اللي مرت ما في مجال لنذكرها، ولكن نحن نرى في المستقبل. الآن المستقبل الآن أمامنا، اليوم قاعد نشوف أن مجلس الشباب هيئ الأرضية والبنية التحتية للعمل بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة. الاهتمام اللي يحظى فيه مجلس الشباب من القيادة السياسية ومن سمو رئيس مجلس الوزراء عندما بيّن سموه في لقائه مع أعضاء مجلس الشباب أنه يولي لهم دعما خاصا، هذا لا شك أعطانا دافع قوي ودافع كبير في أن نقوم بتحسين بيئة العمل الشبابي في كافة المجالات، وبإذن الله إن شاء الله هذا المجلس يقدم ما هو مبتقى منه من قبل الشباب الكويتي ومن قبل الحكومة وأيضا مؤسسات المجتمع المدني. ممتاز. احنا أيضا نتكلم عن نقطة مهمة، وشو راح تكون طريقة أيضا الانتساب لمجلس الشباب حاليا، وشنو راح يكون شكل المجلس وأيضا المقبل بإذن الله؟ يعني لا سيما أنكم الحين بالمجلس التأسيسي. طبعا طبعا نحن في المجلس التأسيسي، وهذا المجلس مسؤول عن شكل المجلس المقبل. هذا المجلس مر بمراحل عديدة، مرحلة الاختيار عن طريق لجنة، ومن ثم تأهل الأعضاء ذو الكفاءة والأعضاء الذين حظوا باختيار هذه اللجنة، وثم كانت بينهم قرعة الاختيار من بينهم يتبوى عضوية مجلس الشباب. لا شك أن التجربة الحالية وأيضا
اختيار المجلس الحالي لابد أن يتم تطويره، وهذا مهمة أعضاء مجلس الشباب الحالي. ولكن ترك هذا الموضوع إلى الست شهور الأخيرة من عمر المجلس. الآن المجلس في السنة الثانية، سيذهب الآن إلى السنة الثالثة وهي السنة الأخيرة. في آخر ست شهور من السنة الثالثة سيتم جمع التجارب اللي حنا مرينا فيها، أيضا الأمور اللي يجب أن يتم تطويرها في عملية الاختيار واللي حنا مرينا فيها، وسنصل بإذن الله تعالى إلى عملية اختيار ماني جاي الجديدة، ولكن نطور فيها العملية السابقة، وأن تكون أيضا يكمل هذا المجلس مسيرته ويحقق الاستدامة، يحقق الديمومة، يحقق ما هو مراد منه من الشباب الكويتي في تحقيق طموحاتهم، أهدافهم، تمكينهم، أنهم يعني يصل رأيهم إلى متخذ القرار. نعم أكيد. يمكن كلمة تحب توجهها للشباب الكويتي من خلال برنامج مساء الخير يا كويت؟ طبعا مثل ما قلت لك أنا في منتصف اللقاء بأن نحن شفنا كثير من الشباب رغم كل التهديدات وكل التحديات التي أمامهم إلا أنهم متفائلين بمستقبل أفضل. نحن اليوم أنا ما أبي أخاطب الشباب الكويتي المتفائل كثير، ولكن أنا أريد أن أخاطب فئة قليلة اللي محبطة من بعض الأوضاع أو محبطة من بعض الأمور. نحن في الكويت نتمتع ولله الحمد والمنة ببنية تحتية شبابية كبيرة في مراكز الشباب. اليوم الدور اللي قاعد تقوم فيه الهيئة العامة للشباب بقيادة الأخ مشعل السبيعي، أيضا الدور اللي قاعد تقوم فيه هيئة الرياضة بقيادة الأخ يوسف البيدان، كل هذه الأمور أمور تبعث في نفوس الشباب مبعث أمل وتفاؤل في المرحلة المقبلة. التناقم اللي اليوم قاعد نشوفه بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هذا أيضا مبعث أمل. فلذلك كل شاب محبط اليوم أوجه له الكلام بأن يعني انفض غبار الإحباط وحاول أن تعمل لأجل الكويت ولأجل أن تتطور. والكويت ما حنا قايلين تعود كما كانت، هي ما زالت في رونقها وشبابها، وبإذن الله ستستكمل هذا الشباب وستكون في مصاف الدول المتقدمة كما كانت بظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو حفظه الله والسمو ولي عهده والحكومة الرشيدة التي تضم اليوم كوكبة رائعة من الوزراء الأكفاء، وأيضا وجود نواب شباب إن شاء الله أن يأتي في نهاية أو محصلة هذا الأمر أن يعني يحظى الشباب الكويتي بواقع أجمل ويستمر هذا الواقع اللي قاعد نعيشه. نعم بإذن الله. كل الشكر لكم على حضورك ووقتك ويانا، أيضا نرجع نبارك لكم هذا التكريم الجميل والمميز، أسأل الله يوفقكم إن شاء الله. الله يحفظك. مشكورة ومشكور. شكرا. شكرا لك. شكرا للأستاذ عبد الرحمن السعيدي رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشباب الكويتي. فاصل مشاهدينا ولنا عودة.